القبول بها. سيد شوقي، إذن يعني نتائج وقود كان من المتوقع أن تشهد تحسن، لكن هل يمكن القول أن وقود عادت مرة أخرى إلى مستويات ما قبل كورونا على صعيد التشغيل والربحية؟ روان، طبعا النتائج خلال النصف الأول يعني أثرت نمو كبير، يعني هذا يعزى إلى أن وقود يمكن أن نسمي حاليا بدأت تستفيد من افتتاح عدد من المحطات التشغيلية خلال العام الماضي. يعني حاليا الشركة لديها 107 محطة وقود، أيضا تنوي يعني افتتاح 4 محطات أخرى. العنوان الكبير للنمو هو العودة التدريجية ورفع القيود، المرحلة الثانية من القيود تساهم في زيادة الطلب على المنتجات البترولية، يعني خاصة أن وقود تستحوذ على 85% من سوق المنتجات البترولية في يعني في الدولة. العنوان المهم أيضا وهو يعني فترة يعني الصيف المقبلة، يعني حيث عودة رحلات السفر والإقبال على وقود الطائرات، كلها عوامل يعني تدفع بالنمو الفترة الماضية. خلال الفترة المقبلة يعني الشركة استفادت من افتتاح المحطات، وايضا يعني لاحظنا انه مؤخرا يعني قامت بزياده عدد ساعات العمل في مراكز فاحص بعد يعني بعد العوده الكبيره بعد رفع القيود. نتوقع انه تستمر الشركه بهذا الزخم ووصولا لمستويات ما قبل كورونا. تمام.